يوسف، احنا واقفين عند نقطة مهمة جدا، يعني انا ارجو ان تساعدنا فيها لانها مكعبلة شوية دلوقتي. احنا المرة اللي فاتت، فاحنا هنبتدي علشان اللي ما كانش متابع من المرة اللي فاتت، آية مش سهلة في مات 24. من فضلك طلعها لنا، بتاعت لا يمضي هذا الجيل حتى يكون لا يمضي هذا الجيل حتى هذا كله 24 34. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى هذا كله. هذا كله ده أولا يطلع إيه؟ أوكي. يعني إيه هذا كله؟ يعني إيه يمضي هذا الجيل؟ يعني المفهوم البسيط للآية إنه مش هيمضي هذا الجيل حتى لما هاجي أنا تاني. مش كده؟ على الأقل مش طبعًا، ده مش طبعًا، ده فهم طبعًا، شعبي طبعًا. لا، وده المباشر، وده أي إنسان بسيط هيفهمه كده، مش كده؟ طبعًا. طيب إزاي كلمة زي دي تتقال وعدى من ساعة المسيح لحد النهاردة يجي 2000 سنة وما حصلش؟ احنا كنا ابتدينا لكن نراجع تاني لو سمحت في ايجاز، ونخش على طول في الموضوع. في 4 موضوعات كبيرة كان المسيح بيتكلم عنها في العظة دي. يعني كلمة حتى يكون هذا كله، هذا دي طالع منها 4 حاجات. عن أربع حاجات. بيتكلم عن 4 حاجات. إيه هم؟ بيتكلم عن خراب أورشليم وتدمير الهيكل باعتبارها حادثة واحدة. وده حصل إمتى؟ سنة 70 ميلادية بقيادة تيتوس الروماني. طيب. تم خراب أورشليم وتدمير الهيكل تماما. طيب. حجر على حجر. ماشي. خلاص. لم يبقى حجر على حجر. طيب. تاني حاجة. أيوة. اضطهاد الكنيسة. ودي يعني احنا قلنا خراب اورشليم. انت هتقول لنا انت جبت الـ4 حاجات دول منين؟ خراب اورشليم وتدمير الهيكل موجود في الايات من 15 لـ20، نفس الاصحاح. نفس الاصحاح. اضطهاد الكنيسه موجود في الايات 9 و10، نفس الاصحاح. هنقراهم احسن. طب ما تاخدنا واحده واحده. ناخد ايه؟ ناخد اولا حكايه 70 ميلاديه بايجاز، لان انت عديت. فمتى نظرتم ركسه الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمه في المكان المقدس اللي هو الهيكل، ليفهم القارئ، فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. والذي وده اللي حصل، يعني اللحظة اللي فيها التدمير أو الخراب والحصار على أورشليم الكل هرب. والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيء، وهكذا. وده تم في 70 لغاية لما بنوصل لـ20. إيه بقى؟ فدي اللي هو خراب أورشليم. طيب، خراب أورشليم تحقق سنة 70 بالإضافة للشيء الاتحاق الثاني اللي هو في عدد 9 و10، اضطهاد المؤمنين الأتباع المسيح. اللي هو بيقول حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل إذن. حينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرين ويضلون كثيرين، ولكثرة الاسم تبرد محبة كثيرين. وهو بيقول ولا يكون المنتهى بعد. طبعا مفيش منتهى بعد، لكن حصلت كل الأشياء دي واضطهدت الكنيسة. فعندنا حاجتين حصلوا: تشتت اليهود نتيجة تدمير الهيكل وخراب أورشليم، وتشتتت الكنيسة نتيجة الاضطهاد. كويس. والاثنين دول حصلوا في نفس الجيل اللي كان وقت ما المسيح كان بيتكلم سنة 30، كان حصل قبل سنة 70 أو على سنة 70. تالت حاجة كانت إيه؟ تالت حاجة كان بيتكلم عن الكرازة باسمه، الكرازة بالإنجيل. والكلام ده فين؟ الكلام ده في 14، لما قال إيه؟ ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة. في كل الإيه؟ مسكونة. في كل بقعة في العالم. طيب أنت بتتك عليها قوي كده ليه؟ كل المسكونة وخلاص. شهادة لجميع الأمم. كويس؟ ماشي. ثم يأتي المنتهى، يعني اللحظة اللي فيها تصل الرسالة لكل الأمم، لكل الشعوب، لكل المسكونة، هيجي بعديها المنتهى. وبالتالي مجيء المسيح ثانية واكتمال الكرازة بالإنجيل. كويس. الاثنين دول هما اللي مش بنتكلم عن انهم هيحصلوا في الجيل ده. ده هيحصلوا لما لما يحصلوا دول هيحصل المنتهى. الرابعة فين؟ انا في حاجة تانية. الكرازة لسه ما جيناش. مجيء المسيح ثانية. مجيء الثاني. مجيء الثاني. وهو حذرهم بقى ايه؟ انه هيجي ناس مسحاء كذبة، وهيجي كل واحد يدعي ان هو المسيح. ما هو المسيح المفروض طب الكرازة بالانجيل والمجيء الثاني موجوده فين؟ انا قلت الكرازة بالانجيل صح. انا 14 حضرتك قلتها. مات 24 عدد 34. لو انا عندي سؤال. اتفضل. لما دلوقتي بتقول
حضرتك قلت الكرازة بالإنجيل، والمجيء التاني فين؟ المجيء التاني موجود بقى من البداية للنهاية. طب الكرازة بالإنجيل فين؟ عدد 14. عدد 14. طب لما أنا أقول في عدد 34 إن ده لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، ليه انتقيت إن هذا كله تعود على سنة 70 ميلادية واضطهاد الكنيسة بس؟ لأن هم دول الموضوعين اللي اكتملوا. ما لحظة بقى. لحظة. في أشياء كتيرة يعني حصلت بشكل غير معروف لينا، بشكل غير معروف لينا في بشارة الملكوت وفي مجيء المسيح المتكرر في العالم. يعني معنى ايه؟ مش المجيء اسمها مجيء متكرر، يعني لا مش مجيء، يعني ظهوره، يعني زي ما ظهر لبولس في طريق الى دمشق، يعني اعلن عن نفسه بطرق مختلفة كتيرة جدا، وانه موجود، وانه حي، وانه يعني انه هو اللي بيدافع عن كنيسته وعن اضطهادها مختلفة في رأيي أنا، بطرق مختلفة ما نقدرش إحنا نستوعبها. لكن مجيئه الأخير، مجيئه ثانية عشان يدين المسكونة، عشان يأخذ الكنيسة اللي هي موضوع إنجيل متى. أيوة. في رأيي أنا لن يحدث إلا يأتي المنتهى الذي لن يأتي إلا بوصول البشارة، وصول الإنجيل لكل مكان في العالم، بحيث ما فيش أمة تكون مبررة. لو تسألني أنا شخصيا، هل وصلنا ولا ما وصلنا؟ لا، انا بقول احنا بنوصل بسبب الفضائيات. يعني النهارده بدل ما كان في شخص واحد بيطلع يكرز في بلد بعيده مجهوله معرض لكل الاضطهادات وغيره، النهارده بالميديا بكل لغات العالم، ما بتكلمش باللغه العربيه، بكل لغات العالم وصل لكل العالم، ما بقاش في عذر، بقى في اعلان واضح، والمسيح النهاردة حاضر، أو إنجيله يعني حاضر في كل الميديا دي، عشان يعني يسرع هذا المنتهى. يعني هذا خطوة بتسرع جدا جدا من الكرازة بالإنجيل عشان يسرع بالوصول للمنتهى. وبالشكل ده احنا نكون استوعبنا كلمة لا يمضي هذا الجيء، أو جملة هذا كله. في حاجة ثانية؟ لا، هذا كله مش المقصود بيها ان انا يعني كل اللي قبل كده، يعني هذا كله معناه انه جزء كبير من اللي انا قلته له ده هينتهي، يعني هيتحقق كله. يعني مش لازم هذا كله معناه الثلاث اربع خمس ست موضوع، لان المسيح في الموعظة على الجبل مثلا كان في 21 موضوع. هنا بنتكلم على الاقل في اربع موضوعات، في بعض الناس بتحطه في سبع موضوعات، بس انا حطيتهم في اربعه كبار. لكن ده مش معناه ان كل ده هيحصل في وقت الجيل ده، لكن في بعض الاشياء هتحصل بالكامل، او هتحصل زي ما هو وصفها بالظبط، سواء لليهود او للمسيحيين. عظيم. اللي عايز اسال عليه بعد كده، وما زلنا لسه بنناقش اسئله صعبه في انجيل متى، الجزء بتاع اللي حصل مع يهوذا. ايوه. حضرتك بتقارن ما بين ايتين. ايوه. في موت يهوذا الاسخريوطي الذي خان وباع المسيح ب 30 من الفضه، وفي موته في متى 27 عدد 5 بيقول مضى وخنق نفسه. تمام. ودي الصوره المالوفه والمعروفه، وحتى في الافلام اللي بتطلع عن حياه انه بيشنق نفسه، إنه بيشنق على شجره نفسه، بيموت وانتهينا وخلصنا. تمام. اعمال 1:18 ايه حكايته بقى؟ اعمال 1:18 بيقول لك سقط على وجهه وانشق من الوسط وانسكبت احشاءه كلها، وعمليه دراما قوي كده. خلينا نقرا الاول 27. يطلع ايه 27 ده؟ متى 27 اللي بتشرح ليا 27:6-5. إنجيل متى الإصحاح 27 عدد 5، فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه. أيوة. ده مختصر 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 ما حدث بعدما سلم سيده. طيب يعني هنا مش بيدخل في التفاصيل، هو بيقولك عايز يقولك إنه هو مات، ولما مات مخنوق. طيب. مشنوق. طيب. التعبيرات اللي واخدها متى، ودي بقى يعني روعة اللي يبحث في الإنجيل ويشوف أبعادها. أولا كلمة خنق نفسه مش موجودة في أي مكان تاني في العهد الجديد. خنق، ومش موجودة في العهد القديم في الترجمة اللي بتسمى الترجمة السبعينية، اللي هي الترجمة اليونانية للعهد القديم. الترجمة اليونانية هي الكتاب اللي كان متاح للرب يسوع، وهو المتاح لبولس الرسول، واللي كان متاح في المجمع، واللي كان متاح في البيوت، واللي كان معروف يعني اكثر انتشارا لان الناس اللي كانت بتعرف العبريه قليله. فاللغه اليونانيه ترجم ليها في القرن الثالث الكتاب العهد القديم. القرن الثالث قبل الميلاد. ايوه كده، اسف، القرن الثالث قبل الميلاد. في هذه الترجمه لا ياتي اللفظ اليوناني لكلمه خنقة الا مره واحده في صمويل الثاني 17 عدد 23. ليه اي علاقه بيهوذا؟ جدا. بيقول ايه؟
بتقول مين اللي خنق نفسه، مين اللي شنق نفسه؟ أخي توفل. إيه هي الآية؟ أخي توفل. أخي توفل؟ آه، بعد ما المشورة بتاعته ابطلت، بعد ما موت أبشالوم، وهو كان صديق داود، اللي خان داود، زي يهوذا، صديق ابن داود، صديق ابن داود، يعني اللي خان. انت بتحاول مفيش غير النهايتين توازي دول. هي كده يعني في رايي انا. طب كمل. اليهودي لما قرا الانجيل، اليهودي اللي رايح له الانجيل ده، اللي تنصر، اللي عرف المسيح مثلا، وحافظ الحادثه دي، وعارف حياه داود، وعارف حادثه اخي توفل، وعارف نهايه اخي توفل اللي مفيش نهايه مقاربه ليها او مماثله ليها او مشابهه ليها في كل العهد القديم. فهو استدعى، لانه متى كان يقصد ان يستدعي من العهد القديم صديق داود وصديق ابن داود، داود. والاثنين نهايتهم واحده، ده خان ولا خان، والاثنين خانوا بس كده. يعني دي يعني ده تآمر، يعني اخي توفل تآمر على داود، داود ومضى وخنق نفسه. بالظبط، صح كده. طبعا بعد ما خان داود، فبيقول انه يا ناس، اللي بيقول ده اللي هو متى، يا ناس زي ما اخي توفل خان داود، خان داود صديق داود، خانوا صديق الرب يسوع اللي هو ابن داود بقى، خان ابن داود. اوكي، وكان ليه نفس المصير. جميله التوازي. قوي قوي قوي. لسه ما ردتش. لا بقى هنيجي بقى. برافو عليك. لسه ما ردتش عليا في اعمال الرسل ان ده يبدو في شكل التضاد. هنا بيتكلم عن انتحار. طيب، واحد قرر انه يموت نفسه، ثم مضى وخنق نفسه. صح. الكلمه نفسها معناها شنق، يعني ماشي. علق نفسه في شجرة كده. الشخص بعد ما بيعلق شجرة يعني في نفسه في شجرة، بسبب الثقل، بسبب أي عامل، الفرع نزل، لما نزل على الأرض ما بينزلش على الأرض إلا لو الفرع ما بقولك أنا يعني بسبب كده بقى يشرح لنا الموتة الفظيعة. يعني في سفر الأعمال بيشرح لي يعني أشنع وأفظع ميتة ممكن يشوفها الإنسان. يعني عشان يبين النتيجة أو بين هذا العالم، يعني واحد شنق نفسه. فهو بيشرحها في متى، في سفر الأعمال الإصحاح الأول، سقط على وجهه، انشق من الوسط، وانسكبت أحشاؤه كلها. أنا لا يمكن أتهم أو أقول أن في الكتاب المقدس فيه مبالغات، أنا ما أقول كده أبدا. في قصد من الكاتب، زي ما يهوذا زي ما يختصر انه مات وانتحر وانتهى الموضوع، لكن هو قصد انه يشرح لينا الشكل اللي كان الشكل النهائي لهذه الميتة الفظيعه. انقطع الحبل، وقعت الغصن، اي حاجه حصلت، لكن في النهايه المهم انه ارتطم بعد ما علق. واللي حصل ده حصل في وادي هنوم، اللي حصل فيه بردك يعني ايه، اخي توفل ولا ايه؟ اخي توفل يعني نفس المكان، نفس المكان. يا فالتفسير بتاعك انه اعمال بيدي تفصيلات اكتر للميتة اللي ماتها، لنهايه الميتة دي، لنهايه الميتة، شكل الميتة في شكلها النهائي. طيب، اخد سؤال على قد ما الوقت يدينا. لما اسمع الكلمه دي احس ان انا المفروض اعمل حاجه في روحي. ايه الكلمه دي؟ الكلمه اللي في متى 10 أصحاح 10 وعدد 10. إيه بيقول؟ إيه بيقول؟ أنت لا تقتنوا لا مزود ولا أحذية ولا عصا ولا حاجة. تطلعوا للدنيا كده يعني من غير أي حاجة، من غير لزاد ولا زواد ولا أيوتا حاجة في الدنيا. إيه أمشي كده يعني ولا توب ولا مزود ولا أحذية ولا يعني إيه الدرس؟ إيه اللي عايز يقوله المسيح؟ لأن معنى الحرفي انا هصطدم معاه. فمن فضلك اديني ايه المعنى ده؟ هي الاصعب من لا تقتنوا مزودا. لا مزودا ولا ثوبين ولا احذيه. مزودا دي مقصود بيها الزاد يعني، مش كده؟ زي الزاد يعني كده، كان زي بيتحط فيه ال يعني زي ما حضرتك بتدي لعيالك وهم رايحين المدرسه اللانش بوكس ده، حاجه زي الشنطه اللي بيتحط فيها ففي مزود، وكان بعض الاحيان بيستخدم ككيس نقود، لكن خلينا هو اكثر للاكل فعلا. رغيف عيش، حته جبنه، مش عارف ايه. لا مزود ولا ثوبين ولا احذيه ولا عصا. اربع حاجات اهو بينهي عنهم المسيح. في مرقس في نفس الارساليه بيقول لهم لا تحملوا شيئا. طيب، غير عصا. احملوا عصا، هو قايل كده. طب كمل. غير عصا،
وكونوا مشدودين بنعال يعني بأحذية ولا تلبسوا ثوبين. يبقى بينهيهم ان يلبسوا ثوبين، يلبسوا ثوبين يعني ممكن ثوب واحد. بيقول لهم شدوا نفسكم بنعال يعني أحذية، وفوق بيقول لهم ولا أحذية. بيقول لهم لا تحملوا شيء بس احملوا عصا، فوق بيقول لهم لا تختنوا عصا. اكيد الفرق هنا في الفعل مش اكتر. يعني ايه الفعل؟ الفعل هنا تختنوا غير تحملوا. تختنوا يعني تشتروا، تختنوا يعني عندكم، يعني مش مستوعب، مستحيل ان الرب يقول لهم اذهبوا للارساليه دي البعيده دي الطويله دي ومش لابسين حاجه في احذيه، لكن ما تاخدوش حذاء احتياطي زياده عشان الطريق. يعني طب انا يعني عايز بحاول افهم، يعني هل المقصود انه المسيح عايز يقول للناس سواء في القرن الاول اوكي او لينا النهارده انه نعيش حياه بسيطه يعني، ولا عايز اكتر من البسيطه كمان فعلا؟ يعني اقل من اقل ناس احنا بنخدمهم. يعني في رايي انا هتوبخونا ليه بقى؟ ما انا هقول لك يعني، انا يعني لا بنوبخ نفسنا كمان. قصدي نوبخ نفسنا. يعني اللي حضرتك بتقوله ان المسيح بيقول لك ما تبقاش دايما نهم للممتلكات، ما تبقيش متكل وخايف، متكل وخايف، او ما تبقيش يا ماما على كل حاجه بينزل عليها تخفيضات يبقى لازم نروح نجيبها، ولازم نجدد الثلاجه، ولازم نجدد الغساله، ولازم يعني ما بقاش دايما عندي نهم حب الامتلاك. هل ده صح؟ اكيد. يعني دي بقى مش هنا بس، دي هنا يعني بس هنا يعني نزل لمستوى ان عيش الحياه البسيطه اللي بجد. يعني لا تهتموا بما تاكلوا من شرب، دي اصعب في رايي انا، لان هم ما لهمش كده. يعني في اماكن في الكتاب فكره القلق مش فكرة عدم الاهتمام، في فرق بين الاهتمام والهم. هنا بيقول لهم ما تهتموش، بمعنى ما تقلقوش، ما تحطوش ده دايما هو اللي شاغلكم، هو ده اللي مأرقكم، هو ده اللي مش يعني مش مخليكم تناموا، خايفين من المستقبل، خايفين من بكرة، خايفين على العيال، يعني كل هذه الترتيبات مش مضمونة فيها حاجة. لأن جسدكم أهم فعلا، يعني أهم ده أكيد. يعني أنا في رأيي دي أعظم حكمة بيقولها المسيح، بس مين بيفهم؟ انا اسف، مين بيفهم؟ لا انا مش الحكمة. اسف ولا حاجه، انا بقول لك محدش. لا يعني انا واحد منهم. انا بحط نفسي ليه؟ لان انا العصر اصبح بيسيطر عليا. يعني انا العصر دلوقتي بيسيطر عليا. انا عايز اجيب كل حاجه بالزراير اللي تك تك كله يشتغل. انا عايز اجيب كل حاجه اللي هي احدث حاجه واكبر حاجه واوسع حاجه واريح حاجه. يعني ربنا يحمينا. يعني انا متاسف اني بقطعك، بس يعني ويغفر لنا لو احنا بنعمل كده فعلا. بس يعني انا عايز اتاكد، يعني هنا ده المعنى مش كده يا شيخ يوسف ولا ايه؟ وبقول لك في اصعب منه بره. يعني هي دي الفكره. يعني الفكره دلوقتي يقول لك ما تهتمش ليه. يعني لو المسيح ما عندوش منطق خلاص ما نسمعلوش، لكن لو المنطق اللي بيقوله هو منتهى الحكمه يبقى من الغباء مننا ان احنا نرفضه. يعني هو بيقول لنا ببساطه شديده، ايوه اتفضل، لا تهتموا بما تلبسون بما تاكلون. الحياه أهم والجسد ليه بقى؟ ليه؟ أنا بهتم الاهتمام ده أقدر أضمن ليا أو لابني أو لزوجتي أو للناس اللي أنا بحبهم إنهم مش هيصابوا بمرض؟ لا ما أقدرش. يعني مهما حميتهم، مهما جبت لهم. عشان كده هو في لوقا 12 مثلا، لأنه الإنسان ليست حياته من أمواله. اللي بيظن للحظة واحدة، طبعا إحنا مش عايز أقول إن إحنا في جو حوالينا ناس كونت مليارات، كونت يعني مش مئات، مليارات المليارات، وفي الاخر حياتها مش من اموالها، ما تضمن لهاش اي حاجه. عملت خطا هدخل سجن، وحياتي يعني مش هقدر انا افتديها، مش هقدر انا اغيرها مهما كان عندي كنوز قارون. فالحكمه اللي بيقولها المسيح لو كل واحد اعتبر ليها وفكر فيها هيفتكر، هيعرف ان دين مصلحته هو اولا وخيره هو اولا، انه ما يقلقش، ما يعتلش الهم بزياده. ده مش معناه ما نخططش كويس، ده معناه ان ما نفكرش في مستقبلنا ومستقبل ولادنا ومدارسهم، ده مش معناه. لكن عوالان الهم، الشلل اللي يصيب اسره عشان ظرف معين، المسيح بيقول لنا ارتفعوا باذهانكم حيث انا جالس. لما تشوف العالم من فوق، من طيارة، من طبعا لو انت في السماء بقى مع الرب نفسه، هتكتشف صغر الأشياء الضخمة اللي تحت، اللي احنا شايفينها ضخمة، يعني شايفينها مهولة لا يمكن عبورها، لا يمكن، وفي نفس الوقت في رغبة شديدة في الامتلاك. حاجات كلها بتبرق حوالينا، يعني في كمية ضغط مش عادي. عشان كده لو انت سألتني ما هي القناعة،
ما معنى القناعة؟ أقول الحرية. أكتر شخص حر في إرادته وفي حياته وفي قراره هو الشخص اللي عنده قناعة. يا بخته يعني، يا بخته. أنا الحقيقة اللي مخليني متأسف في اللفظ يعني الغير لائق، بس اللي مخليني وأنا بسمعك كده إن أنا عمال أفكر في روحي، وعمال أفكر في إنه فعلا إحنا مش بنفهم غير لما لازم نعدي فيها بنفسنا. إنه أنا لو قلت لهم طب خدوا 1,000,000 جنيه وسيبوا لي الحرية بتاعتي، هيقولوا لهم مش هتاخد ولا حريتك ولا إيه حتى. ولما بيتهيأ لي يعني أنا في 2 من التاريخ اتعلموا الدرس ده قبل ما يفوت الأوان. فرانسيس الأسيسي اللي جاي من عيلة غنية جدا، وقال لأبوه، أبوه طبعا ضربه علقة سخنة، وبعد ما ضربه علقة سخنة على الأقل بحسب الرواية اللي اتفرجت عليها، وبعد كده قدموا للمحاكمة. في الوقت ده ما كانش في محكمة مدنية، محكمة كنسية، انه قال لهم ابني اتجنن بيرمي فلوسنا للفقراء. فهو بيقول لأبوه عيش الحرية وتحرر، لأنه المسيح قال لا تكنزوا لكم كنوز حيث يفسد السوس والصدأ. النموذج الثاني من تاريخ الكنيسة واحد اسمه أغناطيوس أوف ليولا من مدينة ليولا، أغناطيوس من مدينة ليولا اللي برضو كان غني قوي قوي، وطلع الحرب وجت قذيفة عليه رقدته في المستشفى عدة شهور، فكان بيدق في دماغه يعني وفي ضميره الآية اللي حضرتك قلتها، ماذا ينتفع الآن لسه انت قايلها، ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر. فضل متلقح على السرير شهور 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 لحد اما بعد ما قام من مرضه قرر ان اللي باقي من عمره ما يجريش بقى تاني ورا الغنى والحاجات دي. لا انا بس احنا لازم نضيف اللحظه دي طالما احنا في مصر. الان بقى انطونيوس ابو الرهبان، ابو الرهبان المتوحد. لا كان غني غنى غير عادي، هو اول راهب يعني بخوميوس بعد كده هو اللي عمل النظام الأديورة والنظام الرهبنة، لكن كان غني غنى غير عادي، ساب العالم كله، ساب كل هذا الغنى وذهب إلى داير عشان يصلي لأجل هذا العالم. فأنا بقول فكرة الأم تريزا، فرايانا نيلسون مانديلا، ناس كتيرة جدا تركوا كل شيء، يعني الناس حاولت تغريهم بيه، تركوا كل شيء الناس مسكين فيها. عشان كده أنا سؤالي ليه متبتين فيها؟ مسكين فيها على إيه؟ ده احنا مسكين هوا. انت واقف على هوا، انت مش ضامن اللحظه الجايه، مش في الطريق، على السرير. اي حد بيسمعنا النهارده ايه اللي ضامنه؟ ايه اللي في ايده؟ انا ما افتكرش اني محتاج اضافه اكتر من انه لو سمحت فكر في اللي انت بتسمعه. احنا كنا اساسا ابتدينا الحلقه على اننا بنحاول نرد على سؤال صعب في ايه مش مفهومه، انا نفسي ما كنتش متوقع ان اخرتها هتكون بالمنظر ده. لكن افتكر انها فرصتك وفرصتي، انا بحط نفسي معاك. أمين. او بالاصح قبليك. اعمل معروف يعني، اذا جاز اقول لك ابوس ايدك فكر. لان اللي بنسمعه الكلام ده مش قابل يا ترى صح ولا راي شخصي ولا غيره، احنا ناويين منها وناويين نسيبها، ولو مش ناوي هتسيبها برضو. المسيح قال في المثل هذه، او يعني في المثل اللي استخدمه المسيح، قال هذه الليله تطلب نفسك منك، وانا مش قاصد اخوفك، استمتع، لكن افهم في الاخر انه كل اللي احنا ماسكينه ده زي ما بيقول الشيخ يوسف اصبح هو في طبيعته هواء.